السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، صباح الخير مساء الخير أينما كنتم. رجعنا لكم بفيديو جديد مع بسيوني، كلام جد سخن وكلام محفز وانتصارات، يعني ما شاء الله أحوال كله مبشرة. البرهان طلع، كل الناس كله شافه، ما في أي حصار في القيادة العامة، بس إعلام بتاع جنجويد كله بيكذب ساي، فالناس ترجع بيوت إخواننا عشان تساعد في تأمين الأحياء. فأراكم نحضر فيديو تبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا جماعة والله العظيم الناس دي قلت لك غلبتهم اللي بيعملوها الليلة دقوا في جثثهم، سايقينها بالدفارات، مالين الدفارات جثث وما لاقين مقابر اتنا فيها، وما لاقين ناس يحفروا معاهم شوية بيجوا. طلعوا عليهم الناس حجوزي. قال لهم ما بتدفنوا دير هنا، فطاي يسكن دير هنا كيف ما قال لهم تدفنون وين؟ ما بتدفنون، تدفنون الاولاد الصغار، اولاد الحجوزي كل زوج هلا عصايه وعنده سلاح جوا، الكبار طلعوا معاه النيران، دق دق دقون هرسون، قتلوا منهم تزعه جنجويت، هرسوه منهم. لما جاتهم من برا اضافات، لما طلبوا لهم دعم من برا، لما طلبوا دعم تزعة على الدفارين المليانات، بيجوا دفارين وتزعة. لما جاءوا دعم من برا لقطوا الناس كلهم، جنجويد شرق النيل كلهم جاتهم فزعة، وما وقف الموت، اتضاربوا بالنيران، استشهدوا مننا ثلاثة من أولادنا. لكن الجنجويد تزعة، جنجويد غير المصابين، أكثر من 50 مصاب جنجويدي برصاص الأولاد. دي الحقيقة. الليلة دقيتوا في شرق النيل دق عمركم ما دقيتوا. الآن المنظر ده، الآن دارين تفتشوا ليه حاجة تطلعوا بيها الليلة، شنو تعمل شنو؟ مشيتوا بهناك جازفتوا رميتوا ليكم هاونين برا، جيتوا عملتوا احتفلتوا ولا عارفين. وقع ولا وصلا، والأربع سيارات حقتكم في الخوجلاب حرقوا عليكم. جيتوا تطلعوا الإشاعة صوروا من جوا وادي سيدنا، ولا نار ما في، ولا في ضرب ما في. فشلتوا جيتوا بهنا، قلت لهم اعملوا نفسكم، قبضتوا البرهان هاي يضربوا نار في الهواء، فرحانين فرحانين بشنو؟ بخيبتكم، فرحانين بالعمارة اللي فيها الكويدة اللي فيها 18 ضابط، اكثر من 150 جنجويد يحرقوا جوا، للان ما طلعوا، للان ما طلعوا، بيحرقوا جوا مولعين ريحة الزيت، الدنيا كلها شماء، فرحانين على شنو؟ انتوا انتهيتوا، دارين تقنعوا وفد التفاوض انكم انتوا منتصر منهم، شو بشنو منتصر؟ بشنو منتصر؟ ما عندك حاجه الليله، انت كملتها. ود نباوي كلها ما شاء الله تبارك الله ارتكازات. ليه وصل ليه محله بروف، محله كنتوا قاعدين. ودخل بعند الشهداء بهناك. بري ما شاء الله تبارك الله. بري ما شاء الله تبارك الله. اكثر مكان كنتوا داخلين جوا البيوت، الليله دقوكم في كيف؟ دقوكم دق العيش في بري الليله. من شارع لشارع. ما خلوكم العملاء فيكم الامن الخاص او العمل الخاص، واقسم بالله ما تطلع منكم ليوم الدين. نجضوكم نجاض، كرهوكم حاجه اسمها عسكريه، كرهوكم قسما بالله العظيم، كرهوكم حاجه اسمها عسكريه. شارع بري والله دخلوا جوا ومشطوا شارع شارع وبيت بيت. وين عندكم؟ عندكم وين؟ عندكم وين تاني بتتكلموا في القيادة؟ الناس اللي بيقولوا محاصرين القيادة، في واحد قال لي، في واحد لايفاتي قال محاصرين، منو المحاصر القيادة؟ منو المحاصر القيادة؟ أنت بتتغشى؟ الزول يكون واعي عاقل، لما كانوا ب 3000 تاتشر ما قدروا عملوا حاجة، يجي كسع لدرداقة وركشة وعجل فونكس، يجوا يحاصروا لك قيادة، منو اللي حاصروها؟ لو بيتكلم أهبل المستمع نصيح واعي. الزول دايما ما يدخل حقده وكراهيته للمؤسسه العسكريه يدفن في النص عشان الجيش منتصر، شاء من شاء وابى من ابى. موتوا بغيظكم. الواحد بيعمل نفسه جوا برا مع الجيش لكن جواه حاقد. قسما بالله العظيم. حاقد جواه حقد وكراهيه، ما داير الجيش ينتصر، الجيش ينتصر قصبا عنك، شاء من شاء وابى من ابى. تقال الشعب ده بليد؟ شعبي ما بليد. شعب مميز بيقعد يسمح كده، بيحلل، بيعرف الصادق، بيعرف الزول اللي بيفهم، بيعرف الطرورة.
الطرورة بيعرفوا الآن المطار له أسبوعين بيصلحوا فيه، عارف الكلام ده؟ قرب ينتهي بيفتح خلاص المطار بيفتح أسبوعين شغالين في صيانة. وين الجنجويت؟ ما جوا تعال طلعوا من جوا، ما في ولا ربع جنجويدي. المطار باقي ليه خلاص أسبوعين جوا شغالين في صيانة. الناس دي شغالين في صمت العسكرية فعل، بيان بالعمل ما كلام وهطرشة. كتبتين محاصرات، كتبت منو المحاصرة القيادة؟ منو كتبت منو المحاصرة؟ وين كتايب القيادة؟ يا أخي الناس ما تلعب بالناس. هو ناس غايدون إبراهيم بقال دي الناس بيفكر لون الآن بيقى الغايد أكبر غايد نعرة، ده نعرة نعرة إبراهيم بقال ده أكبر غايد نعرة. تعرفوا نعرة إبراهيم بقال؟ نعرة 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 إبراهيم بقال ده الغايد حقهم الآن. لقت تجوم العقوشهم ديل والغايد بيحركهم. اللقطة العملة بتاعت قبضنا ده حقت إبراهيم بقال ده، ما تفكيره مع عقله صغير. وطلع قال لك شنو؟ قال لك يا جنودنا الخبر دي شاعة طلعوا على الكيزان. إشاعة يا أبو إشاعة، أنت انتهيته. إحنا ما في بعدين تجي تقول معليش والله نركبك لو احتزرت، لو تبت، لو دخلت المسجد والله نركبك نركبك، والله نركبك نركبك. انتهيته، ما في بح. الجنجويت انتهوا إلى مزبلة التاريخ. عندنا يا جماعة، عندنا الناس يا جماعة وصي عقلك، العقل ضبط. فكر انت زول ما انت. يعني تجيني تقول لي والله الناس دي قالوا استسلم ليه؟ هو ما استسلم لما الناس دي ب 3000، ما استسلم لما الناس دي بكامل عتادهم ودقل واقف فوقه، ما استسلم لما الناس دي كله حاجة. اجي استسلم بعد ما انهزموا وانتهوا كملوا يخدم. معقولة ده منطق؟ منطق شنو ده؟ يعني انا جاني 100,000 سؤال. في ده ابو برهان احتغلوا، منو اللي بيحتغل؟ منو هو جيش برهان؟ افرض ساقوا البرهان كتل، افرض الليله دو طاقه فراغ، شنو يعني؟ شنو البرهان زيه زي اي عسكري بموت في بعده؟ الجيش ما برهان، الجيش منظومه. وارد جدا يجيبوا مسير، يجيبوا طياره، يجيبوا يدقوا البرهان يموت، يعني الحرب انتهت. ما في كلام زي ده. الواحد ما ياخد بس ده خلاص. لا ياسر عطا مصاب ولا مصاب ولا في زول عنده حاجة، كلهم ما شاء الله. الناس زي قوتهم في الميديا، بيقعد واحد بيسجل لك لا انت بترجف، بيغشك واحد من تشاد من النيجر بيلعب بيكس يخليك ترجف بعد ما منتصر اليوم كله فرحان، يجي عكنين عليك بدقائق. انت الدقائق دي بيشوفوا فيه هو كيف تعبان، التعب بتاعه فضاه في السلاح ده لانه ما قادر يقتل، ما قادر يمشي قدام لانه ما بيقدر يواجه. قسما بالله القوات الخاصه اللي بتحتغلهم بدون مقاومه، انا كذب والله ما بكذب عليك، خلي الحرب تنتهي وبنوريك، والله بنوريك قصص، والله انت تحتار، والله العظيم تحتار. ما وقتها هسه لكن بتنتهي الحرب ونجي نعمل لك 10 15 نوريك كيف بيحتغلونا وبيبوظون كيف، عشان تعرف انه ديل ما ناس ديل ولا والله. ممكن شفت لو تاني جابوا قدرهم، خليه جابوا لهم تاني لو جابوا 120,000 ما يعملوا حاجه. عندك انت قوات بتاع الجيش محترفه، قوات دارسه برا، ما هنا ما دارسه في روسيا، دارسه في المانيا، دارسه في بريطانيا، عندك هيئه العمليات دي كلها خريجين برا. حروب الشوارع دي متخصصين فيها تخصص. المداهمات دي بيداهموا بدون خسائر، بدون طلقه، بيجيبوا حي كده ماسكينه من رقبته، ده شغلهم مهنتهم، ده درسوه تخصصوا فيه. يجي يهزمون زول امي، يهزمون زول سكران، ما في زول بيهزمون. ديل انتصروا وفاتوا الانتصار بهناك، انتصروا بدون خسائر ولا نص في المية ولا ربع في المية. الحروب دائما خسائرها معروفة 10%، ديل والله ولا واصلة حتة في المية. ناس دي عملت سوت فعلت انجزت، والان احنا ده الانتصار. نزلت لك السي بتاع ود نباوي قال لكم ارجعوا، بتاع درمان قال لكم ارجعوا، ناس الجبره قال لكم ارجعوا، خلاص ما في حاجه تاني. ناس دي انتهوا، اشاعات ما تصدق. الان داري لهم مكسب هناك في المفاوضات، وانا عندي خبر انه المفاوضات ذات اتطربقت في راسه.
الوفد السوداني انسحب منها مرتين ورجعوه وسع انسحب. قال لهم كلامي واضح، اطلعوا من البيوت، اطلعوا من المستشفيات. قال لهم جيب قوة برا ودوم معسكر. قال لهم ما في قوة بتخش. ده الكلام اللي حصل. طالبوا بانه هم يطلعوا، لكن تجي قوة من برا تحرسهم. لا، قال لي تقعدوا، احنا اديناكم الضمان تقعدوا لحد ما تخطوا سلاحكم ونفتي فيكم، يا اما عفو عام يا اما. لكن اصله ما في حاجه، الناس زي المنهارين، القحاطه راكدين روس بيطلعوا في الاشاعات عشان تصل جده، عشان يقولوا لسه هاي الناس زي عندهم قوه وماشيين احتلال. بيفكروا في احتغال، لانه الهدف بتاعهم كان شنو؟ كان احتغال البرهان. الليله بعد 3 شهور الهدف بتاعهم شنو؟ هدفهم شنو؟ الهدف الان بيعملوا في شنو؟ ما عندهم اي هدف. الان بيسرقوا وبينهبوا وبيغتصبوا، دايرين يثبتوا انه للان هون هدفنا، الان هون للان مطاردين البرهان، مع انه ولا ابعد ما يكون. لما كان لصق معهم ما قدروا يعملوا حاجه. الليله انهاروا، الليله دقوا، الليله انهزموا، الليله صيجوا، الليله سلموا، حتى الناس طلعوا من الخرطوم بيقوا ما في امان يرجعوا حالهم. الليله قبضوهم، الناس دي كلها قبضوها بالعربات، دي كلها هاربة شايلة حاجاتها وهاربة للموافية. ما في تاني، خلاص انتهى. باب قفل، باب الرحمة عندنا تحت قفل، باب ربنا ده فاتح، لكن احنا حقنا قفل عشان الناس تكون واعية انك انت انتصرت، انتهيت. الان في حركة، في حركة في القبائل، في حركة في الناس، في الرجال، في حركة في الشباب، في حركة في والله العظيم اقسم بالله الليله الشباب، انت قال الجنجويد ده منو قبضهم؟ قبضهم شباب كانوا براقبوا شغلهم، بس قاعدين بهناك الكنارات، لانه عارفين تنبول دي عباره عن ملتقى بتاع التهريب من اريتريا، من اثيوبيا، من بورسودان، من كلها في تنبول. شباب متطوعين بيطلعوا يراقبوا، يمشوا يتجولوا، شافوا النازل اتلموا كلهم، حاصرون ودقوا للجيش. الجيش جاء، تم الشغل. وده احنا المطلوب، احنا ما دارين حاجه اكتر من كده. التحيه لتنبول، التحيه لبشام، التحيه للبطاحين، التحيه لاهلنا في شرق النيل، التحيه للرجال، التحيه لاي زول بيدافع عن عرضه وشرفه. دنيا كده يا ما، ده وطن، وطن نحرره كلنا بفرحه، نشارك فيه كلنا. انت كده بتحس انه ده وطنك كده، انت الان صاحب حق كده، انت انجزت وفعلت كده، انت عداك العيب كده، انت راجل اصيل كده، انت ود قبائل كده، انت نقول فيك الرباعيات كده، اتفاخر كده، اشرب لك تمنه بتاعت لبن، اشرب تمنتين لبن حلال عليك، وكل لك 3 خرفان حلال عليك كده، انت اديت واجبك ووظيفتك. فاتحين لايفات هناك بتشادد هنا وفينا، ندعم حميدتي، وحميدتي دي ما بلد حميدتي ولا بلدك انت ولا انت ذاتك. انت قاعد انتوا عندكم رجال، انتوا رجال حارسنكم الفرنسيين، عمركم ما بقيتوا رجال، ودارين تتراجلوا علينا نحن. لا ما تزعل، اصله ما تزعل، اصله ما تزعل، جندينا السوداني ده بيكون كلكم فردا فردا، من فوقكم لتحتكم، هاي دي ما بنغيرها. حرب اليمن اللي قلت لي جنودكم مشوا، احنا ذاته زعلانين، وده انتقام من ربنا سبحانه وتعالى لينا. ليه؟ لانه مشينا قتلنا في اليمن، لانه بقينا مرتزق، عشان كده ربنا بينتقم مننا. ما هي بندفع في الثمن، احنا ما عارفين نفسنا، احنا بنحترف بالغلط، لكن انتوا بتحترفوا بالغلط. اللي بيحصل فينا ده انتقام من ربنا، عقاب لينا، لاننا نحن مشينا بجنودنا قتلنا شعبي مسكين بدون سبب، ساقونا اشترونا بالريال وبالدولار، فتنا قتلنا ناس كنا بنودلون التعليم، فتنا قتلنا اطفال كنا بنعلمهم، نودلون الاساتذه يعلموهم، ودينا لهم المدفع يقتلهم. دي الحقيقه الحاصل فينا ده، هاي ده من ربنا سبحانه وتعالى، واحنا رضيانين اتعلمنا وتوبنا لله اوعينا. لكن انتوا تعلموا وتوبوا لله واوعوا، انتوا ما بتتعلموا لانكم مكابرين، شايفين نفسكم ولا حاجه، انتوا هوساي زياده كده في البشريه زياده، لانكم ما بتحترفوا بالغلط ولا عندكم ولا بتعرفوا حاجه اسمها غلط. نحن بنحترف بالغلط وبشجاعه، غلطنا وجنودنا ديل غلطوا ومشوا هناك غلط كبير، قتلنا شعب اليمن اكبر غلط في التاريخ، اكبر غلط ارتكبناه في التاريخ، عملنا صفه المرتزقه في جيشنا، اكبر غلط، وده ربنا ما مرر هدوه في الدنيا.
اللي بيحصل فينا ده شنو ما يهول ده الثمن. بيموت بنفس السلاح الان، بنفس الناس اللي قتلوا هناك الان بيقتلوا هنا. ده شنو ده؟ ده من ربنا سبحانه وتعالى. ده العقاب كما تدين وتدان. احنا رضيانين وما عندنا اي حاجه، لانه عارفين مصيره رب ما يصوب. تتحاسب تتحاسب، العين بالعين السين بالسين والباد اظلم. احنا بدينا واظلمنا وقتلنا بجيشنا وقتلنا بالجنجويد ديل ذاتهم، الان بيقتلونا هون ذاتهم. خلاص دي كفايه من ربنا سبحانه وتعالى. ده عاقبنا، نحن رضيانين شاكرين والحمد لله، وانه ربنا عاقبنا في الدنيا قبل الاخره. لكن تاني تفتكر وضع زي ده بيستمر؟ ما بنخلي يستمر. لكن انتوا بتبقوا رجال، بتعملوا وضحكم وتصححوا وضحكم، ما بتبقوا رجال، ما عمركم ما تبقوا رجال، لانكم عايشين على الكرامات والشحده، عايشين على الكذب والطلس والكلام الفاضي. هاي ما في شعوب ما بتغلط، وما في بني ادم اسمه انسان. ما في انسان كامل كده ما بيغلط، ما في بشر ما بيغلط. لو البشر ما بيغلط كان دخل طوالي، ولا كانت عمل دنيا، ولا كان عمل حساب، وكان كل الناس غلطنا وسافينا التراب. وبنتاسف لشعوب اليمن اللي قتلناها، مع انه الشعب السوداني ما عنده يد، لكن الشر بيعوم. في النهايه الجيش سوداني، في النهايه صفه السوداني دي لنا كلنا. لما يقولوا الجيش السوداني المرتزق بتمسنا يا هون، احنا ما بتمس البرهان ولا بتمس البشير ولا بتمس، بتمسنا كلنا كشعب سوداني. بنتالم لما نلاقي اصحابنا اليمنيين واحنا بنقتلهم بهناك، الواحد ما بيرفع راسه قسما بالله العظيم. هو ذاته بيقول لك زمانك بتعلمونا وتدرسونا، الان بتيجي تقتلونا عشان شنو؟ احنا ما ماشينا نهد لنا كعبه، الكعبه دي حاميه رب الكون، ما في زول حامي الكعبه، ولا في زول بيقدر عليها، ولا في زول مخول يمشي يحمل. دي ربنا حاميه، لما جاء ابراها في زول حماها، الناس كلها ما جرت حماها منو؟ ربنا سبحانه وتعالى. الناس اللي فيها ديل ذاتهم زمن ابراها جروا كلهم، جروا من الفيل وجروا من الجيش الجاي، وقاموا جارين، قاموا طلعوا الجبال ومشوا فروا. حماها منو؟ حماها رب الكون، حمال الله سبحانه وتعالى. ما محتاجين لزول عشان يمشي دافع الحرب، ما عشان حماية كعبة، الحرب لمصالح. شيطان غش الناس وداهم هناك، كل الحرب وكل القصة. النتيجة نحن بندفع الثمن، احنا الآن بنسدد الفاتورة. الآن احنا بندفع من حياتنا، من بيوتنا، من دمارنا، اللي عملنا في الناس، الآن احنا بنشوفه. ودي الحقيقة الناس تفهمها، انه الحاصل فينا ده من ربنا سبحانه وتعالى لين عقاب. والله يا مسفيني كلامك كله حقيقي، ما خليت شيء واحد يتكلم. فان شاء الله الجيش ده منتصر، الاعلام بتاع جنجويد بس اعلام قوي، والسودان شعب السودان بنصدق كل شيء نشوفه في الفيس، بنتاثر بالسوشيال ميديا كتير. فمطار خرطوم زي ما قلت شغال صيانه يا اخوانا، نازل اكدوا لنا الناس اللي في الصفحه. فحرب بتاع يمن والله ده كله عار على السودانيين كله. والله كلنا زي ما قلت لما نلاقوا يمنيين بقول لنا السودانيين جو قتلونا، يعني كله بعمل كسي عاملين كيس في برا كله باسمنا بالسودانيين بالمناسبه. ودي ذاته والله عار، بدل ما كنا قاعدين نمشي ندرسه بقينا في نقتله. ف جيش غلط بما انه ما سحب قوات من اليمن ديل، ولا عنده خطه يسحب. وهسي ان شاء الله بعد الهرب ده جيش لازم يسمع كلام الشعب السوداني، ولازم يسحب مرتزقه من اليمن. الجيش السوداني كله يسحب من اليمن، وده كله ما بحصل الا اذا كان انتصرنا ورفعنا يدنا من الامارات، لان الامارات ماسك علينا حاجات كثيره، وهو المشي الدوله. يعني زي هسي الفرنسيين ممشيين ماسكين تشات، الامارات دار يسيطر علينا، بلدنا ودار ينهب مواردنا بالخونه عندنا في السودان دي. فان شاء الله ننتصر وننادي من كل عمل، اي مرتزق جاي من بلده يرجع. مشكلتنا في السودان كله حدود،